أحمد خشان رئيس شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج، إحنا سعداء وحريصين جدا على التواجد النهاردة في هذا الحدث بتوقيع المذكرات التفاهم في برنامج تحديث الصناعة في دولة الإمارات. إحنا نؤمن في شنايدر إلكتريك أن تطوير الصناعات والأسواق لا يجب أن يلقى على طرف لوحده، ولكن لابد من مشاركة إيجابية وفعالة من كافة القطاعات، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، متمثلاً في الشركات المحلية أو الشركات الإقليمية، وبالأحرى الشركات العالمية متعددة الجنسيات كشنايدر إلكتريك. شنايدر إلكتريك لديها الكثير وعزيمة على تقديم الكثير في هذا البرنامج. يأتي على قمة ذلك النقل التكنولوجي، لأن شنايدر إلكتريك عندها مراكز أبحاث وتطوير موجودة في أنحاء العالم، فدورنا هنا في منطقة الخليج إن احنا ننقل هذا التكنولوجيا للأسواق المحلية. الشق الثاني هو زيادة المساحة والرقعة الصناعية لشركة شنايدر إلكتريك في دولة الإمارات، وده بيكون يا إما عن توجهنا المباشر زيادة المساحة الصناعية لدى شركة شنايدر، أو بزيادة المساحة التعاون والشراكة مع الشركات المحلية الموجودة في دولة الإمارات. أيضا لا نغفل أن لنا دور في تنمية المهارات والقدرات البشرية، وذلك عن طريق التدريبات والبرامج التأهيلية بالتعاون مع الجامعات والمدارس المهنية وأجهزة وهيئات الاستشارات. سعيدين جدا بتواجدنا النهاردة. احنا فلسفتنا دايما تقوم على الانغماس والانخراط والاندماج في السوق المحلي، لان احنا نسعد دايما ان يطلق علينا كشركة شنايدر The Most Global Local Company، او الشركة العالمية الاكثر محلية. ان شاء الله يبقى لينا دور كبير مع الشركات الاخرى، وندفع دايما ونرى دولة الامارات قريبا على الخريطة العالمية الصناعية.